نرجو أن تعرفونا تعريفا كاملا عن كيفية طهارة المرأة والرجل من الجنابة، وكيف تصلي المرأة ما عليها من صلاة إذا كانت عليها الدورة الشهرية وانقطعت عنها أو انقطعت عنها قبل المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر. جزاكم الله خيرا. المرأة الحائض إذا انقطع دمها فإنها تغتسل، أولا تستنجي تنظف المخرج، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تهيض الماء على جسمها بنية الطهارة من الحيض، وكذلك النفساء مثل الحائض. هذا هو الاغتسال من الحيض، ويكون بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما ونقاء تاما. فإن كانت طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء جمعا. وإن كانت طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، هذا هو الواجب عليها. وأما الرجل الذي يغتسل من الجنابة فأيضا مثل ما ذكرنا يستنجي، يغسل فرجه بالماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه 3 مرات، والواجب مرة واحدة تعم الجسم. وإذا أراد الكمال والأحسن فإنه يفيضه على جسمه 3 مرات. هذا هو الاغتسال من الجنابة. نعم.